السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. اليوم فيديو جديد من نوع اخر. راني في الحسيمه في واحد العروبيه كما كتشوفوا، واخا الصيف كاين الشجار وكاين كلشي خضر، قلت لي ما لا نشارك معكم. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. كما كتشوفوا عندهم هنا الجو، شو غنقول لكم، ولا اروع. كاين الجو هنا بارد، الدجاج غير كيزغرت. هذه هي دارنا ولا دار دبا. هاد البلاصه ديما كيديروا فيها الغرس، هاد العام ماشي ما داروش، داروا لكن داك الشيء داز. دابا راه رانا في شهر 7. هاد البلاصه دايرين فيها الفصه، وعندهم هنا الشجره ديال الزيتون، عندهم الشجره ديال الكرموس، عندهم الماء كيديروا هنا بالماء. نوار الشمس، الزريعه داب لا مسكينه بالشمس. دابا راه الوحده ونص ديال النهار، شتو كي دايره، مازال ما تحيد من هذاك الورد. مطيشة مسكينه ولات الشمس ضيق كيغلب عليها. هاد البلاصه هادي فيها مطيشه، خصها الماء وخصها العنايه، خصها كاين شي وحدين طايبين واجدين زوينين. كتكون حلوه تبارك الله، ما كتكونش فيها الحموضيه. كاينه هنا الفلفله ولكن ما فيهاش، مازال ما دارتش الفلفله. وهاد البلاصه هادي فيها الرمان، وعندهم هنا النعناع. فيها واحد المذاق حار زوين ديال الصيف، راكم عارفين النعناع ديال الصيف كيكون زوين بزاف. شهر 4 عرفتو كي كانوا كيصوروني هاد البلايص، كان تبارك الله ما شاء الله. ودابا بسميتو ملي كيقطعو عاود يعاود يعاودو صافي ما كيبقاش. ها نتوما واحد الريحه طالعه منو. هاد البلاصه كامله فيها الزيتون والرمان، من هنا التال هي فين كنت واقفه، فين كاينه داك الفصه. كاين الفلال مساكن صغيرين كيتخبعوا من الشمس تحت الشجره. هاد البلاصه عندهم الديليا، كاين الجوب هنايا وعلى برا خرجت ليهم الديليا تبارك الله ما شاء الله. شتو العنب هنا كيتعطل، عندهم هذاك العنب الصغير اللي كيكون حلو. شتو صافي غندخل لداخل. هاد البلاصه عندها الباب على حسب الدجاج وعلى حسب باش ما يخرجوا من اللي كيديروا لنا الغرسه. كاين هاد الشجره ديال الكرموس، الشجره ديالي انا هادي اللي غرستها والله الا انا قبل ما نتزوج. كنت باقا هنايا، كنا صغار كنلعبوا كنديروا سبحان الله. كبرات كتكون عندها واحد الكرموس زوين.
نرجع نشارك معكم داك الديليا. شفتوا بلاصه فين صوبوها؟ شفتوا هنايا هذا هو الجب. عندنا حنا الجب مبني، ما عندناش محفور في الارض. هيا الديريه هذه كنغرسها خويا ملي درت انا داك الشجره ديال الكرمس، هو دار هاد الديليا كبرات تبارك الله كما كتشوفوا فيها العنب. شوفوا معايا الماء ديال الجب منين كيخرج. نغسل هنا لاطيشات، هذا الماء ديال الشتا ملي كيتسالى الماء ديال الشتا كيجيبو بالكاميون المحلو، هذا الماء ديال الشتا صافي. وكاين هاد البلاصه هادي ملي كاين داك الطابولات كيديروا فيهم الدجاج ولا كيديروا تما الكراج ديال السياره لهي، وعندهم داك الحيط كامل داير للدار. الدجاجة مسكينة ربطوها في الخيط. عندهم هنا أزير، أنا كنديه من هنا من عندهم. كليل الجبل كل واحد وكي كيقول، كاين اللي كيقول كليل الجبل كاين اللي كيقول أزير. هذه الشجرة ديال التين شتوها، داك التين الصغير صافي. وخلاو الطريق هنا بلاصه هكا، وكاين هنا في الجنب دايرين هذا الربيع وهذا الشيء. شوف الدجاج عندها ولادها الصغار فلالس. هذه الشجره ديال البرقوق كادر، ولكن هذا العام ما فيهاش. كاينه وحده اخرى الجهه الاخرى مازال غادي نخرج ان شاء الله نشاركها معكم. الشجره ديال الكرموس وتحت منها كاينه الشجره ديال البرقوق. كاينه واحد الشميشه ولكن فيها العوين. عندهم الجو هنا والله العظيم الا رائع. اعتذر الا سمعتوا شي صداع، راه الدراري ملي كيتلاقاو شنقول لكم. شوف مساكن جالسين مع امهم تحت الشجره، ما عندهم الماكله ديالهم والماء. ما نقدرش نقرب تما، غير هربوا مساكن وصافي صافي. كاين بلاصه هنايا بلاصه فين كينشروا هذا هو التيو اللي كي يعطيو الماء السجار وداكشي اللي كاين. التيو هذا كبير اللي كيطلعوا الماء من بير صافي. وبلاصه لهي الفوق هذه الدار ديال جدي، نشارك معكم كل شيء. جدي ديال ماما الله يرحمها والله يرحمه حتى هو، جات انفاس بيننا واحد الواد صافي. وكاين هذاك الشجره الطويله، غادي نقرب. كاين هذا الصبار هذا زوين هنايا، غرسوه هنا مع الحيط، عطى واحد المنظر زوين. كاين هاد الشجره طويله جات على برا ديال الحيط، مازال غادي ندور داك الجهه. شفتوا تبارك الله شعر طويله طويله. هادي ديال الكرموس، كاينه وحده ديال التمر هنا لتحت صافي. كاين هادو راه طالقين الموسيقى لداخل، الضحك والشطيح والرديح. كاينه هاد الشجره عاود طويله، كانت عندهم الباب من هنايا، الباب ديال الدار هنايا كان عندهم واحد الباب هنايا وحيدوه. كانت عندهم تما واحد شي دروج وكيطيحوا من تما الدراري صافي وسدوه. قلت لكم على الباب هنايا حيت حيت كانوا دايرين زايدين في الموسيقى، انا ما عنديش الحقوق ندير الموسيقى. كاين الباب من هنايا كيخرجوا،
جهه اخرى هنايا. هذاك الكراج اللي كنت درت ملهيه جهه اخرى. صافي هاد الطريق منين كدوز السياره على هاد الجهه. انا غادي نكمل معكم انا عاد نمشي الجهه اخرى. صافي كاين هاد البلاصه هادي دايرين داك القصب. راني جايه ايوب. هادو كيديروا هنا الدجاج، هنا الدجاج، وهذا الفران ديال الحطب. سمحوا فيه مسكين. صافي بلاصه مضرقين هنا بالريح ملي كيديروا الخبز. وهنا عاود كاين الدجاج هنا الداخل. وهذا الكراج بلاصه اللي من هي اللي جيت من جهه اخرى فين كاين الجوب. صافي وهذا الباب اخر من جهه اخرى. الدار عندها جوج بيبان جات على هذا الشكل هذه من هنايا. دار كبيره وعندها اربعه ديال فيتشادات ولا المهم دايره ما كاينش شي حد لاصق معاها. جات على هذا الشكل زايدين اللي هي واحد البويط في السطاح والحمام. هذاك واحد البوله ديال الطبيقه تاع الضوء جاهد. شتو داك الشجره تبارك الله طلعت حتى الفوق وكاينه من داك الجهه. خليها ايوب، خلي الدجاج ناعس، خلي فيه الصوت. صافي دار كبيره. كاين هاد البويت هذا على برا كيديروا فيه الباكاج. فين غاديين؟ فين داك التيور اللي كيديروا به الماء كيطلع من البير؟ كاين واحد الباب منا، واحد الباب اللي هي حدا داك الشجره. هاد البلاصه حتى هي فيها الدجاج، دايرين هذاك شتو داك الشبكاح باش ما يخرج الدجاج. وهذا الطابوله ديال الدجاج، شتو الدجاج مساكن كيهربوا من الشمس والصوت كيدخلوا الداخل. ولدي راه تابعهم شي الدراري. شنو نقول لكم راكم عارفين. وكاين هاد الشجره هادي ديال الصفصاف ولا كي كيقولوا ما عرفت. مضرقين هنا الظل. وكاين واحد العفريت اللي جالس ربي السلامة. كاين داك الباب اللي قلت لكم لحيت هكا داير. سيري انتيا بحالك باش ندور الجهه الاخرى. كاين هاد الجهه ديال الدار بلا تنقرب. كاين باركو ملهيه طل هنايا طويل جمال القنت للقنت. من هنايا الرواج لداخل في الدار عامره. شتو كي جات هنايا منيض الغزال. شتو من هنايا صافي بلاصه من هنايا داك الباب اللي كيخرج هكا. لا لا غيعضك ايوب. لا سير بحالك. كاين بلاصه هنا الدراري ما كيخليكش تصور. صافي كاين واحد الخروف اللي خليه بحالو. كاين عندهم هنايا هنايا كيديروا هنا بحال الخروف ديال العيد ولا البهايام ولا عندهم واحد شويه ديال الغنم جوج ولا ثلاثه راه محلوله من فوق النص مسدود النص محلول. كاين واحد الشجره ديال المشمش هنايا مع الحيط وحدا الحيط تحت الدار. سير تجلس انا جايه ايوب. كاين هذا القصب هذا كاين داك الشجره اللي صورت لكم في الجهه اخرى. شتو داك الدروج اللي قلت لكم كانوا كيطيحوا من تما الدراري الصغار وسدوا داك الباب حيت ما عندوش شي حاجه في الجناب وداك الباب ما كانش عنده الباب غير هكاك محلوله الاخر سدوه. هذاك الباب اللي سدوه من داخل. كاينه الشجره هنا
عندهم الخضورية الصراحة، وكاين القصاب، كاين داك الشجرة الهيها، ها الباب ديال داك الدار. غادي نشارك معكم كلشي. صافي، كانت ما عندهم واحد البيت ديال ولا داك التابولات ديال الدجاج ما بقاتش، هدمات. هاد البلاصه كانوا كيجمعوا فيها الماح باش يعطيو للشجار، دابا صافي ما صالحاش. كاين هاد البلاصه هادي هكا، هادي الشجره ديال البرقوق. صراحة هاد العام والله العظيم الا تصدمت ما فيش، عرفتو العام اللي داز مازال عندي التصاور. تبارك الله عامر. وكاين هاد الشجر هادو ديال الكرموس، جات الدار ملهي، عندهم واحد السكنة هنايا رائعة. شفتو الدار مع الشجر. صافي، هادشي اللي كاين. هداك الباركو فيه العوين الفوق، شفتو الشجرة الأخرى لهيها. نمشي ندخل هنايا، الا كان شي ما يتصور غادي نصور، ما كاين شي حتى نخرج. ها انتم هاد الدجاج تبارك الله ما شاء الله، مولي هما غنصور غير شويه، خليني نصور غير هادوك الصغاورين. هي بغا يعداك، ارا نشوف البيضاره. شفتو راه داروا البيض مسكن تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك. ها هما الدجاج اللي غيشوف يقول تبارك الله ما شاء الله، حيت كاين الصهط ملي كيخرجوا على برا صافي كيمرضوا مساكن. ولدي ولا اكثر من الدجاج. شادوا البنات قال لك غادي نذبحوا هاد الدجاج، زعما فرحوا بيا، الا ما ذبحوهاش غادي نعلمكم. المهم اللي كاين غادي نشاركوا معاكم. كاين هنا كتاكيت صغيورين ولا الفلالس، حنا كنقولوا ايفي جوسن، صغيورين مساكن ما يقدروش يخرجوا مع الكبار. شفتوا تبارك الله، هنا عندهم واحد الارنب هنايا في داك الحفرة. ملي قربت صافي جات شويه صافي في الكاميرا. كياكلوا الزرع مساكن. شاد الزرع؟ لا، حيد هكا. داب زنايدة الكرة سبحان الله ما كيتحملوش الدجاج. لا 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 خليهم. شوفوا هاد السلة شنو فيها. بسم الله بسم الله. هاي 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 تبارك الله ما شاء الله. يلا خرجت من داك البيت ديال الدجاج، خرجت على برا، شفتو الهندي. كاين هاد الشجرة ديال الخروب، واقيلا الخروب اللي كيقولو له. صافي، هادشي اللي كاين. نتمنى ان شاء الله اللي عجبكم، ما تنساونيش بكومونتير لايك الاشتراك اللي مازال ما ابونا عندي في القناة. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. كاينه الهنديه هاد العام. كاينه هنا الشجره ديال الكرموس، وحده ديال هذاك الزيتون الصغير، وهنا كاينه الهنديه تبارك الله مازال ما طابت. شفتوا عامره هاد العام. نديروا واحد الدويره الفوق هي ونرجعوا. الكمامة، ها الكمامة البنات. عرفتي هادي ديال من؟
صافي كاين هاد البلاصه الجهه الفوقانيه فين كاين داك عييت. لهي ها كاين عندهم التبن مازال ما وقفوه. هنا كاين الدره عندهم طيشه. نمشيو نطلعو الفوق عندهم تما الرمان. وهنا خلاص كاين الزيتون شتو هاد البلاصة عامرة بالشجار. لا مازال ما واجد الرمان. هو صغير مازال. لا ما تحيدهاش. لا ولدي بغى الرمان قبل وقته. نشوف نشوف شوفه نشوف نشوف يدك شتو شنو دار. غيقتلك جدو. نمشي نوريها له. قلت لك غيقتلك جدو قال لك نمشي نوريها له. سير يلا سير راني جايه دابا نجي. شتو هذا كيتسقى باغي بالماء ديال البير. سومي نقيو. كاين واحد الطبيعه زوينه الشجار. نمشي نخليها في الوسط. كاين الشوكة ايوب ما تجيش هنايا. شتو لداخل فيه شويه الرمان هاد العام. شتو لهيها كاين الفراس. هنا طلعنا فوق من الدار. كاين هنا التفاح ماشي ديال با هذا ديال عمي. شتو تبارك الله هذاك التفاح صغير. شتو صافي وصلنا الفوق. الطريق منين كنجيو ملي كيكون ملي كنكونوا جايين من الطريق ديال كودرون بيست. صافي ها هو الطريق ملي كنكونوا هابطين للدار. اجي هنا كاينين الديور بعادين على بعضياتهم كاينين ولكن كاين غير العائله. كاين وحده لهي ديال عمي ولا عم ضبة. كاينه وحده هنايا غير هنا في هاد البلاصه عاود حتى هي عامره عندها الشجر على برا ما كتبانش. صافي هاد الشكل اللي كاين هاد الشيء اللي كاين. نمشيو بحالتنا الشميشه. اجي عندي العشيه والله في الصباح بكري كيكون الحال غزال اكثر من هذا الشيء. دابا كاين شويه الشميشه وشويه الصوت واخا هكاك العوين. صافي نتمنى ان شاء الله فيديونا اللي عجبكم. الى عجبكم الفيديو ردوا عليا.